مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم، مشرفيني ومنوريني دايما في استادكو استاد الاهلي. يعني قبل ما اطلع بثواني كان طبعا اتوبيس نادي الاهلي الجديد حاجه تليق بمكانه النادي الاهلي وتليق بنجومه، ان شاء الله يبقى اتوبيس البطولات زي ما النادي الاهلي معودنا دايما. اي حاجه بتروح نادي الاهلي لازم تبقى متوجه بالبطولات. يعني معانا ثلاث اخبار، خلينا في الاتوبيس لسه يا جماعه. يعني حاجه بصراحه حاجه جميله وحاجه تفرح لما النادي الاهلي، واعتقد كمان ان الاتوبيس ده كان لازم يبقى افخم من كده. الناس بتتكلم اتوبيس فخم، لكن لا يليق برضو مهما عملنا للنادي الاهلي مفيش حاجه هتكفي اسم النادي الاهلي. لو حتى جابوا طيار النادي الاهلي هنقول برضو عايزين حاجه افخم واحسن، لكن طبعا حاجه مشرفه واتوبيس جميل، وان شاء الله زي ما قلت لكم ان شاء الله يبقى اتوبيس البطولات. نروح يعني طبعا معايا ثلاث اخبار او اربع اخبار. اول خبر اللي لفت نظري قوي يعني ان لجنه المسابقات باتحاد الكره برئاسه الحاج عامر حسين قررت تاجيل مباراه الزمالك والجيش المقرر لها الثلاث المقبل ضمن مؤجلات الدوري. يعني انا مش عارف ايه السبب، هم بيقولوا ان السبب تاجيل مباراه استعداد الزمالك لمواجهه رينجرز بطل نيجيريا في دور 32. يعني مش عارف اتحاد الكره تفاجئ بالماتش ده ولا ايه، يعني حاجه عليها علامات استفهام. انا مش لاقي سبب مقنع. ممكن يكونوا مثلا عشان الماتش بتاع امبارح وعشان موضوع جهاد جريشه وعشان الضجه اللي حصلت، فممكن يقولوا عشان انسحاب نادي الزمالك عايزين يعيدوا المباراه. بصراحه كلام كتير جدا، ويعني انا مش عايز اخوض فيه، مش عايز ابقى طرف في حاجه ملناش فيها، لكن هي ليها علاقه بالرياضه في مصر. يعني ليها علاقه بالرياضه في مصر. النادي الاهلي خسر ماتش السوبر بضربه جزاء، الحكم طلع قال ان هي ضربه جزاء صحيحه، يعني الحكم لا توقف ولا اتكلمنا اساسا، ولا حد جانا اعضاء مجلس الاداره عمل معاه لقاء وانت ايه رايك في الحكم، واعضاء مجلس الاداره اتكلموا، ولا حاجه حصلت خالص. مشاكل كتير جدا بتحصل حكام. يعني لو اتكلمنا بقى عن ضربات الجزاء اللي تتحسب واللي ما تتحسبش، هنرجع نعيد الدوري من سنه 60 اول مره اشوفها. يعني اتمنى ان احنا ننهض بالرياضه وننهض بالحكام بتوعنا. الحكم معرض ان هو يخطئ او يصيب، ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه، لكن عادي بتعدي. يعني شفنا برشلونه، الريال، اهلي، الزمالك، الاسماعيلي، أندية كتير جدا، طنطا كان ليها ثلاث ضربات جزاء ما اتكلموش ولا فتحوا بقهم ولا حد راح لهم، برضو الإعلام راح لهم البيت ولا حاجة خالص. أنا شايف الموضوع يعني مؤفر قوي قوي قوي، يعني ممكن أقول لآخر البرنامج قوي. خلينا نقول لا تعليق. فريق سيدات كرة اليد بنادي الأهلي يتوج بالبطولة. طبعا هو توج قبل كده قبل المنافسة بجولة، لكن هو رسميا النهاردة استلم درع البطوله. يعني الف مبروك طبعا النادي الاهلي، كل العابه ما شاء الله ما شاء الله حصدت جميع البطولات ان شاء الله دايما في تقدم على طول. شريف اكرامي اشاد باداء نجم ستوك سيتي رمضان امام ميدلزبر في المباراه التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجوله 27 من الدوري الانجليزي. يعني قال اكرامي ان هو طبعا مبسوط من اداء رمضان. طبعا انتوا عارفين رمضان وشريف طبعا يعني نسايب واصحاب وكل حاجه، ان شاء الله بالتوفيق دايما لرمضان. يعني دي كانت اخبارنا اللي انا حبيت اتكلم فيها. ما حبيتش اطول في خبر تاجيل مباراه الزمالك، هسيب لكم انتوا الكلام كله. يعني يا جماعه مش عارف اتكلم ولا اقول ايه بصراحه. يعني حاجه محزنه. يعني انا سمعت كمان كلام كده ان في ايقاف لجهاد جريشه، كلام غير معلن او ايقاف غير معلن، لكن يا رب يصلح الاحوال. يعني هنطلع فاصل عشان استقبل ضيفي العزيز الدكتور محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد السكندري، هكلمه في كل الحاجات اللي تخص نادي الاتحاد السكندري ومدينه الاسكندريه الجميله. اعتقد ان هو هيبقى حوار مميز جدا، وزي ما متعودين معاكم ان احنا نتكلم بمنتهى الصراحه مع اي ضيف يجينا، زي ما انا وعدي معاكم ان هطلع كل حاجه صريحه من اي ضيف يجيلي. فاصل، استنوني.